في إرادة في مصر لتفريغ هذا البلد من كل أولاده المخلصين المتعلمين العلماء النوابغ المجتهدين، في إرادة لإفراغ مصر من أبنائها اللي ممكن يحملوا همها ويشيلوها ويعدوا بيها الفترة الصعبة اللي احنا فيها دي. زي مين؟ زي مين؟ زي أطباء مثلا. ما يبقى عندي تقرير بيتكلم إن مصر بيسيبها كل يوم كل طلعة نهار بيسيبها 13 طبيب من اللي شغالين في القطاع الحكومي، وأنا عندي مصيبة. لما يكلمني دكتور هنا من كام شهر لو حضرتكم تفتكروا، أتمنى يكلمني النهاردة، كان هو في بريطانيا، بيقول لي أنا معايا هنا كذا دكتور من نفس الجامعة، كان الدكتور أحمد اسمه الدكتور احمد، قال لك من نفس المستشفى اللي احنا كنا فيها كذا دكتور معانا، مش عارف قال لي 14 ولا ايه، في مستشفى واحده في بريطانيا. كندا فاتحه الدكاتره، امريكا فاتحه، بريطانيا، في كل العالم ليه اطباء جاهزين. تعالى يا باشا خد، بتعرف انجليزي كويس، يلا خش سمعتك وخش اكشف. ادي عماله ماهره في الاطباء، مهندسين اللي بيتكلم عن علموا عيالكم برمجه، كله بيطلع، واللي بيفضل في البلد مش عارف يشتغل. طب ده مش، لو ده مش تخريب يبقى ايه التخريب؟ تعال شوف معايا. موقف المصري بيستعرض ارقام مرعبه عن هجره الاطباء المصريين الى خارج البلاد. استقالات الاطباء في القطاع الحكومي، كل يوم نخسر 12 طبيب خلال الايام اللي فاتت. وزاره الصحه بتعقد اجتماعات لمحاوله اعاده 800 من الاطباء المستقلين والمقطوعين والمفصولين لسد العجز عندها. وفقا لاخر دراسه للنقابه العامه للاطباء، ذروه استقالات الاطباء كانت في 2022 لما بلغ عدد الاطباء المستقلين يوميا 12 طبيب. وقتها قالت نقابه الاطباء 11536 طبيب استقالوا من وزاره القطاع الحكومي خلال 3 سنين. الرقم حاليا مرشح للزياده. ده مع معدل اطباء في مصر اللي هو كام؟ 8.6 من 10 طبيب لكل 10,000 مواطن. في تقديرات تانية بتقول انها 7 اطباء لكل 10,000 مواطن وفقا لتقرير سابق للواشنطن بوست، بينما المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10,000 مواطن. الحد الادنى اللي بتحدده منظمه الصحه العالميه هو 10 اطباء لكل 10,000 مواطن، ده في وقت بلغ عدد الاطباء المهاجرين لبريطانيا لوحدها في 2017 435 طبيب، زاد السنة اللي بعدها ل 756 طبيب، ارتفع ل 1301 طبيب في 2019، وفي 2021 هاجر من الأطباء المصريين لبريطانيا لوحدها 1312 طبيب. صباح الخير يا حكومة. نروح لمدى مصر عشان تشوف مدى المهزلة اللي احنا عايشين فيها، وإن في قصد وتعمد إن عيالنا تمشي وتسيب البلد. 88% من عينة أطباء مصريين تعرضوا للعنف أثناء عملهم. وحضراتكم أظن تفتكروا الضابط اللي مراته اللي عيلته دخلت ضربت التمرجية والممرضين والحكمة والأطباء بالكرباج، ضابط طيار مامته وأخته والهوانم راحوا المستشفى جلدوا العبيد بالكرباج. والعبيد دول مين؟ أطباء محترمين، ممرضين وممرضات محترمات. جبنا حقهم؟ لا. ليه ده باشا؟ إيه؟ بتتجرأ؟ أنت بتتكلم على الباشا؟ أم الباشا تضرب بالكرباج وتضرب بالجزمة، إنما أنت نجيب لك حقك؟ لا، ده إحنا في الحزبة والعزبة دي بتاعت الباشوات. أنت مين أنت؟ أنت مين يالا عشان ترفع راسك؟ أهو الأخبار أهي، مفيش حاجة بنقولها. بالكرباج، ضابط مصري يعتدي على ممرضات ويتسبب في إجهاض بعضهن وكسر عظام أخريات. فين؟ في العزبة يا بيه. وفي الآخر يقول لك هما بيمشوا ليه؟ بيمشوا ليه؟ تعالى يا باشا بره وشوف الأطباء بيتعاملوا إزاي. طبيب الدكتور شوفوا بيتعامل إزاي، ومدى الإحترام والتقدير للطبيب هتعرف هما بيمشوا إزاي. أنا مش هكلمك على الجانب المادي كمان، ويا يا يا يا